صباح الخير ثاني، كيف حالكم اليوم؟ ثاني اليوم احنا اخذنا بحصة تيمز، سمعنا كامل تقريبا كل اللي كانوا شابكين قراءة الدرس، قرأناه، عملنا مراجعة هيك سريعة له، ذكرنا ما هو عنوان النص، حلينا صفحة 37 فقط، حلينا فقط صفحة 37. السؤال الأول، أضع حرف الألف مرة وحرف العين مرة في الفراغ. الكلمة الأولى تقرأ تصبح، الكلمة الثانية تقرع أي يقرع الجرس يرن، الكلمة الثانية في بداية الكلمة الألف ألم، في بداية الكلمة حرف العين علم، ألم أي هو الوجع والعلم كعلم البلاد. نضع ألف وعليها همزة في وسط الكلمة تصبح رأى أي كمشاهدة، وحرف العين في نص الكلمة تصبح رعى. ألفظ الكلمات منتبها إلى نطق الحروف المكررة. عندي حروف مكررة أكثر من مرة. كلمة الأولى اختارت سكون، تاء سكون ما تحركت. القصصي، لاحظ عندي الصاد هون بالفتحة، ص صي ص صي. صديقي، أقرأ الجملة قراءة معبرة، كم أحبك حين تروي لي قصة الحق والخير. هون في هذا السؤال بحتاج إلى لونين، إلى أربعة ألوان مختلفة، لأنه بدي أصل الكلمة السطر الأول بالسطر الثاني بما يقاربها في المعنى، نفسها في المعنى. المطالعة أي هي بمعنى القراءة، مطالعة قراءة، من الأول مطالعة وقراءة بلون. يتحدث يتكلم بيحكي، من الأول يتحدث ويتكلم بلون آخر. تروي تحكي، تروي لي قصصا تحكي لي قصصا، تروي وتحكي بنفس اللون. المخلص الوفي، هذا الكلب وفي، يعني ما بخون صديقه، مخلص مخلص، وفي أيضا بنفس اللون. يعطيكم العافية.